الملك المغرور والساحرة ثعبون. ابني لقد أصبحت الملك بعد وفاة والدك، لذا حان الوقت لتتزوج. ومن هي التي تستحق ملكا وسيما وثريا مثلي؟ اسمع، لدي فكرة، قم بتنظيم مسابقة والفائزة بالتأكيد هي التي تستحق أن تكون زوجتك. وما هي المسابقة؟ ستحاول كل واحدة البقاء 200 يوم في الشرفة، والفائزة هي من ستتحمل الحر والبرد وقلة الأكل طيلة تلك الفترة. فأعجبته الفكرة جيدا، وتقدمت فتيات البشوات والتجار ومعهم ابنة راعي البقر التي ياما أحبته وعشقته. استسلمت الواحدة تلو الأخرى بسبب حر الصيف والجوع، ما عدا ابنة راعي البقر بقيت متحملة. مر عليها الحر، المطر، العواصف الرعدية، البرد والثلج، وهي لازالت صامدة، والملك ينظر إليها من نافذته من وقت لآخر. والأم متحمسة وسعيدة، فقد وصلت الفتاة أخيرا لليوم 99. بدأ جميع الناس يتجمعون على مشارف القصر ليروا اللحظة التي ستصبح فيها تلك الفتاة الفقيرة ملكة. وقبل انتهاء المهلة بقليل حدثت المفاجأة، انسحبت الفتاة الشجاعة قبل دقائق فقط من رؤية أحلامها تتحقق وهي متدهورة للغاية وهزيلة. وعندما عادت إلى المنزل سألها والدها، لماذا تخليت عن حلمك في أن تصبحي الملكة يا ابنتي؟ فرفعت رأسها وقالت، تحملت كل أنواع العذاب والألم ولم يستطع تحريري من تلك التضحية. لقد رآني أعاني دون إظهار القليل من الرحمة في وجه معاناتي، وهنا فهمت أن مثل هذا الشخص الأناني المغرور بلا رحمة لا يستحق حبي العظيم له. سمعت الساحرة ثعبون ما جرى للفتاة وقررت الانتقام له. ذهبت للقصر لتجري الاختبار لتصبح هي الملكة. ظلت في الشرفة بكل سهولة، فجسمها كالحديد وقدراتها تسمح لها بالحصول على ما تشاء وعلى ما تشتهي، والملك يدعو أن لا تنجح وتستسلم. لكنها فازت، أصبحت زوجته، وورته الويل هو وأمه، وكسرت غرورهم.